لك ايه بالجريدة الرسمية يا حبيبي؟ نحن وين بنعلن يعني؟ وينك؟ قل له لجهاد يعمل لي جدول الصرف ويجيب لي اياه. مع السلامة. الحمد لله على السلامة سيدنا. الله يسلمك. هي البريد. هات الألم. هاتوا لهون يا ابني. شايفين يا جماعة شلون عم مشي الشغل رغم حالتي الصحية المتردية؟ الله يعطيك العافية يا سيدي ويطول بعمرك يا رب. المسؤولية صعبة كتير يا جماعة، كتير صعبة. وأحيانا بحس أن معلق برقبتي مثل جرن الكبة الحجر، تعرفوه هيك؟ شو أخبار الشغل يا توفيق؟ ماشي رسمي بيك، كله تمام بإذن الله، بس طبعا مو مثل إذا كنتم موجودين سيادتكم. أكيد أكيد. بس الله يشهد إنه الكل مشتاق لكم وعم يسأل عنكم، ولما دريوا إني جاي لعندكم رح يقتلوا حالهم ليجوا معي لعندكم. هانت هانت، كل أسبوع زمان وبكون عندكم. برونا سيدي. الله معك. معافى إن شاء الله. الله لا يوفق اللي كان السبب. صحيح، شو صار في هذا المجرم؟ سيدي عم بيحققوا معه. بتعرف إنه كل الحق عليك يا كاظم؟ أنا سيدي؟ إيه أنت. مدري من وين بتلملم هالناس وبتجيبها على الفيلا تبعي. المفروض انك تتأكد امنيا من هذا الشخص قبل ما تدخله على الفيلا. سيدي عفوا، بس هي مو اول مرة بجيبه فيها على الفيلا. ولك يا كاظم، يا كاظم، المتآمرين ما بيكشفوا عن نواياهم بسهولة. على كل حال وقبل كل شيء لازم نتأكد من الدوافع الحقيقية لهذا الاغتيال. شخصية يا ترى ولا في مؤامرة خارجية؟ اسمع منيح يا أبو حمزة، ثبت للتحقيق بأنك صدمت رسمي بيك عن سابق قصد ولأسباب شخصية. ولا تستغرب، نحن أسألنا زوجتك وأكدت بأنه أنت بتكره رسمي بيك لأنه أكل عليك الأجرة كذا مرة. لك معقول هذا الحكي؟ معقول؟ لك أنت مين؟ أنت مين لحتى تطالب رسمي بيك بالأجرة؟ معقول؟ لك أنت لازم تحمد ربك اللي سمح لك تفوت على الفيلا تبعه. لك هذا شرف إلك، شرف إلك ولعائلتك. ولك أنت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعة؟ رجعوا. قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ تصلح كم حلفية؟ ركبت لي كم بوري مي؟ صلحت لي كم بلوعة؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟ شو قدمت؟ شو قدمت؟ ولك انت شو قدمت لهالبلد؟ شو قدمت لهالبلد قدامي اللي قدموا رسمي بيك؟